وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري ومحافظة الوادي الجديد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس، خصوصا ان احنا قضينا كام يوم اللي فاتوا كان الجو معتدل، وكان في يعني بتقولوا من هيئه الارصاد ان ممكن يكون في ارتفاع بدايه من يوم الثلاث. بالفعل احنا اليوم لو اتكلمنا عن طقس اليوم منفرد بنقول ان اليوم بيستمر معانا انخفاض درجات الحراره اللي بدا من بدايه الاسبوع الحالي. انخفاض درجات الحراره طبعا بشكل نسبي بمعدل درجتين لثلاث درجات عن اللي كنا بنشهده الاسبوع الماضي. نقدر نقول ان طقس اليوم هو اجواء صيفيه تماما ومشمسه تماما، شديد الحراره خلال ساعات النهار مع نسب رطوبه مرتفعه، وخلال ساعات الليل ايضا مائل للحراره على اغلب مناطق الجمهوريه مع زياده واضحه في نسب الرطوبه خلال ساعات الليل، ما عدا طبعا السواحل الشماليه اللي الطقس خلال ساعات النهار عليها بيكون حار وخلال ساعات الليل معتدل. درجات الحراره اللي هنشهدها اليوم اللي هي ما بين ال 35 ل 36 بالنسبه للقاهره، دي في معدلاتها الطبيعيه لمثل هذا التوقيت من العام. لكن لو اتجهنا لمحافظات جنوب الصعيد مثلا هنلاقي درجات الحرارة العظمى النهارده هناك بتوصل ل 43 وربما 44 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وأقل درجة حرارة بتسجلها جنوب الصعيد بتكون 30 درجة مئوية خلال ساعات الليل، ده بالفعل درجات حرارة مرتفعة وأعلى من معدلاتها الطبيعية بشكل ملحوظ. يمكن لما بدأنا نقول إن في انخفاض نسبي في درجات الحرارة من بداية الأسبوع الحالي الناس كلها بدأت تقول مش حاسين بانخفاض او الجو لا زال مرتفع نسبيا. احنا لما بنقول انخفاض مش بنقول معاه ان الطقس بدأ يبقى معتدل بشكل كبير، احنا بنقول برغم الانخفاض الا ان الاجواء هتظل شديده الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه، لاننا بالفعل في ذروه فصل الصيف، شهر 7 وشهر 8 هم دول ذروه فصل الصيف وارتفاع نسب الرطوبه. كمان اليوم في اعتدال في سرعات الرياح على اغلب مناطق الجمهوريه مع وجود بعض هبات ونسمات الرياح الخفيفة بنشعر بها خاصة خلال ساعات الليل، بتكون خاصة على المناطق المكشوفة والمفتوحة من كافة محافظات الجمهورية. يمكن كمان اليوم اعتدلت حركة وارتفاعات الأمواج على شواطئ البحر المتوسط بعد حالة من ارتفاع الأمواج. لسه كنت أسأل حضرتك بقى عن الأجواء خاصة في منطقة العلمين والساحل الشمالي، الأجواء هل فعلا نسبة الرطوبة عالية؟ هل مع الانخفاضات دي هتوصل لهناك؟ طبعا المنطقة اللي هناك لكن نسبة الرطوبة مش هتخلينا نحس بالشعور ده هناك؟ هو بالنسبة للسواحل الشمالية للجمهورية طبعا بسبب قربها من البحر المتوسط أو هي مطلة على البحر المتوسط، ده بيكون سبب رئيسي في ارتفاع نسب الرطوبة هناك بشكل كبير. يعني من ضمن اللي سجلته محطاتنا على السواحل الشمالية للجمهورية نسب رطوبة خلال ساعات الليل بتوصل ل 95%، ده معناه ان خلال ساعات الليل الهواء مشبع بشكل كامل بالرطوبة وبخار المية، خلال ساعات النهار بتكون اقل رطوبة على السواحل الشمالية بنتكلم من 50 ل 60%. نسب الرطوبة دي مع درجات الحرارة على السواحل الشمالية اللي بتكون من 30 ل 32 درجة مئوية بتخلينا نحس بيها أكثر. وكأنها 35 درجة. هي على كل حال بتكون بس معتدلة برضه بالظبط، يعني هي اقل من القاهره شويه وتعتبر طبعا هي الافضل مقارنه بباقي مناطق الجمهوريه. كمان خلال ساعات الليل بيكون موجود هناك ما يسمى بنسيم البحر، ده بيلطف الاجواء شويه خاصه المناطق اللي بتكون على البحر مباشره. كمان يمكن اليومين اللي فاتوا كان في ارتفاع في الامواج نسبيا هناك على شواطئ البحر المتوسط خاصة الشواطئ الغربية عند العلمين ومطروح واسكندرية، ما كانتش ارتفاعات كبيرة لكنها بالفعل كانت موجودة. اليوم الأمواج هتهدأ هناك بشكل كبير جدا، أقصى ارتفاع الأمواج على السواحل الشمالية النهاردة هتكون 1.5 متر، وبالتالي مؤهلة تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة والتنزه وأيضا بالنسبة للمصيفين هناك. بالنسبة لحالة ارتفاع درجات الحرارة اللي حضرتك سألت عليها في البداية المتوقعة من يوم الأربع إن شاء الله، بالفعل الخرائط بتشير إنه على يوم الأربع في تغير من غدا في مصادر يعني من بكرة إن شاء الله هتبدأ ارتفاعات في درجات الحرارة.
ان شاء الله ارتفاعات طفيفه وتدريجيه، والعظمى على القاهره هتوصل ما بين 37 ل 38 درجه. لكن هي مش موجه حاره شديده الحراره زي ما يعني تابعنا موجات قبل كده؟ لو اتكلمنا مثلا، لو قارناها بالموجه اللي كانت نهايه الاسبوع الماضي يوم الخميس واليوم الاربعاء والخميس والجمعه الماضيين، على سبيل المثال يوم الخميس القاهره سجلت 40 درجه مئويه في الظل، وطبعا مع نسب رطوبه مرتفعه شعرنا بها كانها 42 او 43 صحيح. درجه. خلال هذا الاسبوع من يوم الاربعاء القاهره هتسجل من 37 ل 38، هتظل هكذا حتى نهايه الاسبوع لحد يوم الجمعه 38 درجه. هي طبعا درجات حراره مرتفعه بشكل ملحوظ، اعلى من المعدلات الطبيعيه خاصه مع نسب الرطوبه، لكنها اقل من درجات الحراره اللي سجلناها نهايه الاسبوع الماضي. مستمره معانا لحد امتى يا دكتور؟ يعني بشكل مبدئي مستمره معانا حتى يوم الاثنين القادم، درجات حراره مرتفعه ممكن على يوم الاحد او الاثنين. احنا اكيد عشان كده اكيد بنتابع مع حضراتكم بشكل يومي، لكن السؤال كان لازم اساله عشان ناس كتير هتسالنا تقول لها مستمره معاكم لحد امتى الموجه الحاره. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 35 الصغرى 26، العاصمه الاداريه 36 26، اسكندريه 33 24، العلمين الجديده 32 23، بني مطروح 31 24، دمياط 32 25، بورسعيد 34 27، اسماعيليه 36 26، السويس 37 25، العريش 35 25، كاترين 33 18، طابا 37 26، حلايب 37 29، شلاتين 41 30، شرم الشيخ 40 31، الغردقه 41 30، الفيوم 37 26، بني سويف 38 25، الوادي الجديد 42 27، اسيوط 40 25، سوهاج 41 27، قنا 42 29، الاقصر 42 28، واخيرا اسوان 43 30. ده يعني نستمتع النهارده بالاجواء الصيفيه المعتدله، لان من الغدا ان شاء الله هيكون في ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره. هرجع مره ثانيه لهبه ومصطفى عشان نكمل معاك فقره صباحيه مصر. شكرا جزيلا ليدي. شكرا جزيلا.